السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتكم الإخبارية مرو نيوز. ما زالت قصة زواج أستاذة من تلميذها في أحدى ثانويات مدينة اليوسفية تثير فضول المغاربة بعدما خرج خبر للعلن وأثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. فحسب ما كشفه أحد زملاء الأستاذة بالثانوية التأهيلية الاجتهاد في تصريح، فإن الأستاذة المعنية بأمر الزواج التحقت بالتدريس سنة 2015 وتدرس مادة الرياضيات وتبلغ من العمر 27 سنة، تدعى أمل صاد. وأضاف المصدر ذاته أن الأستاذة أمل تدرس مستوى الباكالوريا، والتلميذ الذي تزوجت به لا يتعدى عمره 19 سنة، مؤكدا أن الأستاذ عقدت قرانها بتلميذها في سرية تامة حيث لم يعلم بذلك أحد من زملائها إلا بعد فترة من ذلك. وأشار المصدر أيضا أنه لا حديث في شارع اليوسف في هذه الأيام إلا عن هذا الزواج الذي أثار اهتمام الناس في المدينة. هذا وما زال الخبر يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين من يسخر من هذه الخطوة وبين من تقبلها واعتبرها عادية، خصوصا وأن فارق السن ليس كبيرا بين الأستاذة والتلميذ وبين من رفضها واعتبرها ضرب لطبيعة العلاقة بين الأستاذ والتلميذ. شكرا لوفائكم لقناتنا وإلى اللقاء إن شاء الله. شكرا على المتابعة، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.